السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي شوف مع بعض برنامج اسمه ريل تايم لاندسكيبنج اركتكت. البرنامج ده ممتاز جدا، تقدر تصمم المنطقة اللاندسكيبنج بسهولة جدا، تقدر تصمم البيوت بسهولة جدا زي ما نشوف مع بعض. طيب عندي اختيارات، اول ما بفتح بيقول لي ابدأ ديزاين جديد، هبدأ حاجة جديدة خالص. اوبن سيف ديزاين لو انت شغال على حاجة قبل كده قديمة، سيمبل في ديزاين موجود مع البرنامج، ستارت نيو ديزاين يوزنج ذا ويزرد هيسهل عليا الشغل، هدي شويه توتوريال ديزاين اوفر فوتو تصمم الصوره وكده. طيب انا هبدا باول حاجه خالص ستارت نيو ديزاين، طلعت لي شاشه بالشكل دوت، بلاقي تحت بلان بالشكل دوت برسبكتيف، ما تخدش هو ما عملش حاجه خالص، هو مديك الارض فاضيه وانت ترسم براحتك زي ما انت عايز. ووكس روف، طبعا ووكس روف في شويه اعدادات، تمام. هنتكلم في كل الحاجات دي بالتفصيل، بس نبدا كده. لما بختار البرسبكتيف بيديني ان انا ابدا اتحرك بالشكل دوت، اقدر الف بالشكل دوت، اقدر اقرب وابعد، اقدر اطلع فوق وتحت زي ما انا عايز. طيب تعالى نشوف مثال كده على طريقه شغل في البرنامج وتشوف الروعه والسهوله. هقول له هنا انا عايز اعمل هاوس، فبيبدا يقول لي ابدا ارسم، فمثلا اهوت اوبا ده عمل كل حاجه بسهوله جدا اهيت، وتقدر تعدل فيه زي ما انت عايز. ممكن تعدل في السايز بتاع الماتيريال ديت، تقدر تغير الماتيريال بتاعه الروف، تقدر تغير الاوفست اكس والواي زي ما انت عايز للماتيريال ديت، الوول نفسها تقدر تغير الماتيريال بتاعتها، تقدر تغير الاوبشن وكل الحاجات دي. طيب خلينا نقول له عايز هاوس اهوت، وبعد كده هقول له انا عايز اختار شكل معين، شيب معين. عندك كل الاشكال دي تقدر تختار منها او تقدر تعمل سيرش او زي ما انت عايز. ممكن مثلا نختار شكل النجمه اهوت، حطها اهوت، تقدر تكبر الشكل بتاعها، تقدر تنقلها زي ما انت عايز، تقدر تدخل في الخصائص بتاعتها، تمام، وتعدل فيها زي ما انت عايز. فبسهوله جدا قدرنا نعمل الشكل دوت اهو زي ما انت شايف. تقدر تغير الوول اوبشن، الوول هاي تعدل الارتفاع بتاعه، الاليفيشن بتاعه، الروف، تمام، ممكن تخلي مفيش اي ميول خالص او تخلي الميول خفيفه شويه، تمام اها. البروز اللي بره دوت اهو بتعمله بسهوله جدا. التريم كولر تقدر تغير اللون بتاعه زي ما انت عايز، تعدل البوينت مثلا بالشكل دوت زي ما انت شايف. سهوله ولا في الاحلام، يعني ما اعتقدش ان انت هتلاقي حاجه اسهل من كده، تمام. فالموضوع بسيط جدا وسهل جدا، تقدر تعمل الشغل بتاعك وبتشوف الريندر على الحاجه وانت شغال عليها، تمام. عايز تضيف مثلا دور اهوت، تقدر تختار الدور اللي انت عايزه، عندك انواع كتير جدا اهيت، اختار عندي مثلا ويندو اهيت، عندي مثلا فينس، تقدر تعمل الفنس زي ما انت عايز اهو. اوكي مجرد دوس رايت كليك هيخرج من الامر بشكل دوت، وتقدر تغير النوع بتاعه والستايل والماتيريال وتضيف شادو ليه زي ما انت عايز.